واسماعيل بن ناصر وثلاثي الخط الامامي سعيد بن رحمه رياض محرز وبغداد بنجاح في الخط الامامي في وجود لاعبين اليسرى بابلو جنات القائد الموجود رفقه رياض في الصوره مع سينرا في وسط مباراة 3-0 في نهاية كأس أمم أفريقيا. هذه أول في كوت ديفوار. ضربة الانطلاق أعطيت للغينيين بأن يكون في مستوى الرياضة الذي نعرفه. بعدين بعد غياب طويل توثير فيه الكثير من الكلام استرجعت من هنا إلى القائمة الثانية خطيرة. بعيد على رياض في القائمة الثانية راحت مباشرة ضربة مرمى من توغاي وصلت رياض محرز. رياض ممتازة رياض. هاي المساحات سعيد بن رحمه انطلق سعيد راح سعيد بن رحمه لبغداد وبغداد العب يا بغداد العب الحكم لم يقول شيئا ما زال عنده الكره الان بغداد يبحث عن المراوغه ممتازه سعيد بن رحمه دخل على الجهه اليسرى سعيد يلحقها التوزيع من سعيد لم يكن في وضع التسديد تلعب في الوسط هاي البينيه هاي الصعبه هاي التسديده شوف اولو بغداد صح يا بغداد رياض محرز يرفعها بعيده في القائمه الثانيه بعيده كثير وركله جزاء صفر الحكم البنيني لو أن كنت اتمنى ان لا تنفذها الدقيقه الثالثه والتشوب العشرين تركيز كبير يستعد رياض يدخل رياض يتقدم رياض محرز ركله الجزاء ياخذ وقته رياض محرز قلت لك يا رياض كنت اتمنى الا تنفذها معلش عاليه كثير وبعيده كثير راحت يا رياض وعوده الثقه سعيد بن رحمه بغداد رياض في القائمه الثانيه يلعبها بينيه مع سعيد بن رحمه رجع للخلف لعيسى مندي عيسى لرياض رياض بن رحمه بعد 29 دقيقه لعب هنا المرور والدخول رائع الكره بغداد وصلت لرياض عيسى ارضيه والكره سهله خرجه من اسماء سعيد بن رحمه هيله خطيره والله يا حجه وين شوف يمروا مسددون كما يشاءون سعيد بن رحمه مرفوعه خطيره وجول يا رياض اليمنى رائعه من رامي رياض يلعب كورتو يبحث عن المراوغه رياض يدخل ما زال يلحق عليه عيسى رياض وعيسى يلعب في العمق لحسام عوار وعيسى عوار يرجع لرياض رياض الكرات البينيه الصغيره القصيره هذه قوتنا يعني في الكرات مثل هذه بينيه في العمق جدا جميل انه ما يجيش الهدف الاول الكره تسديده الشوط الثاني بدايه الشوط الثاني مختلفه تمام وحجام وعوار والدفاع رياض خطيره جول رياض وحسام جول مش معقول ان الهدف لا ياتي فعلا جاء الهدف من حسام التسديده من رياض صدها الحارس وعوار كان في المكان المناسب وهز الشباك وافتتح مجال التسجيل سعيد بن رحمه وقويري ورعد من هنالك لسعيد بن رحمه يغطي كورته سعيد بن رحمه هدف ثاني بنزيه عطى المرة الثانية يدخل يوسف بنزيه خطيرة ملعوبة خطيرة بابا جول لا يا سعيد وحدك الكرة راكم مهتمين كثير بالهجوم وشوف يهاجموا بعدد كبير جدا من كرة يرجع حرامي وانطلق من هنالك هاي كرة صعبة راح مش متسلل خطيرة بابا جول أمين قويري جول الهدف الثاني للمنتخب الجزائري في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة قويري يقول ياسين بنزيا هكذا تسجل الأهداف